يطيب لي كثيرا أن نلتقي بكم على إثر عودتكم من المشاركة في تنفيذ تمرين مشترك مع الجيش الروسي حول مكافحة الإرهاب المعنون التمرين التكتيكي لمكافحة الإرهاب المشترك للقوات البرية لسنة 2021 الذي جرت وقائعه جنوب فيدرالية روسيا في الفترة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2021. وأتقدم لكم بهذه المناسبة الكريمة بأحر التهاني على الجهود الحثيثة التي بذلتموها بكل تفان وإخلاص لتشريف أنفسكم وتشريف الجيش الوطني الشعبي وتشريف الجزائر، حيث أظهرتم خلال مشاركاتكم في هذا التمرين على مستوى عالي من الجاهزية القتالية ودرجة كبيرة في التحكم في استعمال مختلف الأسلحة والتقنيات المستخدمة في مجال مكافحة الإرهاب. إن الصورة الناصعة التي رسمتموها بهذه المشاركة المتميزة تعكس بحق السمعة الجيدة التي أصبح يتحلى بها الجيش الوطني الشعبي على مستوى الدولي، لا سيما من خلال تجربته الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب التي أصبحت مرجعا عالميا يقتدى بها. كما يجدر التذكير بأن هذه النتائج المرضية لم تأتي من فراغ، بل هي والدة تضحيات جسام قدمها رجالنا البواسل طوال سنوات الكفاح الطويلة، تضحيات مكنت الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن من اكتساب تجربة متفردة في مكافحة الإرهاب والتخريب. وعليه أدعوكم جميعا للترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الحفاظ على الطابع الجمهوري للدولة، وتمكنوا بفضل عزيماتهم وإرادتهم التي لا تقهر من دحر الإرهاب الهمجي وإفشال مشروعه الظلامي. وأوصيكم بالتفكير مليا في مغزى تضحيتهم قصد مواصلة الجهود المضنية للحفاظ على المكاسب العملياتية المحققة بأبهض الأثمان. إن ما تعيشه بلادنا اليوم من أمن وأمان لم يتحقق دون عناء، بل كان وليد رؤية شاملة لمفهوم الأمن المتبنى من لدن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي طبقا للتوجيهات السديدة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. وما تضمنته هذه الرؤية الشاملة من استراتيجية عميقة وبعيدة النظر كفل تطبيقها بنجاح ومثابرة للشعب الجزائري حق العيش في أمن وأمان. وأكدت للجميع تمسك الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بتحمل مسؤولياته العظيمة والشريفة وفقا للمهام الموكلة إليه دستوريا.